ماشر. طيب خلينا نفتح الأسايمنت ونشوف نمشي فيهم خطوة خطوة. نيجي هون على Assignments، وأتوقع هي Assignment رقم 3 مش هيك؟ طيب أول شيء بدنا ننزل الـ ET Spice، نزلتوه أنتوا ولا لا؟ موجود عندنا دكتور، طيب أعطوا يعني ما نزلناه. بتكبس على اللينك وديك على الويب سايت و وبعدين ايش بننزل ال تي سبايس في داونلود هون اتوقع في مكان ما. وين موجود الداونلود؟ والله انا صار زمان مش فايت على الموقع تبعهم، بس هو موجود في مكان ما هون. يعني التي سبايس از هاي بيرفورمانس كذا سبايس مودلز. انتم ما نزلتوه بالضبط؟ احنا من السنة الثانية منزلينه، يعني من زمان. طيب هاي هون طبعا حسب الويندوز اللي عندكم، في ويندوز 7 8 and 10 32 بت، وفي ويندوز 7 8 10 64 بت، في اللي عندهم ماك. فبتنزلوا برنامج صغير يعني وبتساوي الانستوليشن. طيب هاي التاسك الأول. سامعين صوت كويس صح؟ اسمع دكتور، طيب التاسك الثاني اللي هو take a look at the file learning LT spice. There are a couple of examples with diodes. Redo both examples. طبعا الـ two examples اللي قاعدين نحكي عنهم اللي هم هذول الكليبر والهاف ويف بيك ريكتيفاير. خلينا نشوف الكليبر بالأول. هاي عندي كليبر سيركت اللي هي عبارة عن دايود ومقاومة وفولتج سورس اي سي وفولتج سورس دي سي. طبعا بالنسبه للدايود احنا هون مختارين، يعني بتقدر انت تختار هون بيك دايود، وفي عندك هون يعني مانيفاكتشر حسب المانيفاكتشر والبارت نمبر. طبعا كل مانيفاكتشر معطي الدايود تبعته ديفرنت بارت نمبرز، فانت ممكن تختار من هون. احنا بصراحه ما اخترنا من هذول الترانزستورز. شو بدنا نساوي؟ بدنا نيجي واحنا نحط الموديل بارامترز تبعتنا، بدنا نحط له اي اس وان. تمام، فخلينا هاي نسويها سبايس دايركتيف، وخلينا نسميها دي مود هيك بهذا الشكل. وبنيجي هون على الدايود وبنغير اسمه، نحط اسمه ايش؟ أو عفوا نفس الإشي، لازم تكون نفس الطريقة مكتوبة. الآن هو لما تسميه هيك أنت بهذا الشكل راح يرجع هون وياخذ البارامترز هذول. طبعا في عندنا هون إحنا ملف برضه أنا منزل لكم إياه اللي هو بي سبايس. هذا زمان كنا نستخدمه، إحنا نكتب كنا زمان نسوي سيميوليشن للدائرة نت ليست، يعني ما تكون سكيماتيك نت ليست. فكنا نستخدم هاي الشغلات اللي موجودة هون السبايس كوماندز اللي هون. الآن برضو يعني لحد الآن حتى احنا بنستخدم سكيماتيك برضو مفيدة هذا الدوكيومنت. يعني على سبيل المثال الدايود، هاي عندي هون مثلا الدايود تحط دوت موديل، بعدين تحط الموديل نيم، انا حطيت هناك دي مود، وبعدين تحط دي والبارامتر تبعيتك. فعلى سبيل المثال حطينا احنا اي اس وان مثلا بي في ما حطيناها. طبعا كل ما كان في عندك بارامترز اكثر، ممكن تشوف على جوجل ممكن تشوف شو البارامترز تبع الدايت. كل ما كان في عندك بارامترز اكثر بكون الموديل ادق تبعك. فانا بتحط دوت موديل دي مود دي هاي اي اس وهاي ان. فاحنا بنفس الطريقه سويناه وحطينا البارامترز، فهي موجودات هون. طبعا هون قاعدين نسوي ترانزينت اناليسيس،
شو يعني ترانزينت اناليسز؟ يعني بدنا احنا على الاكس اكسس تايم، فاحنا حطينا انه يوقف بعد 10 ثواني، يبدا من صفر وياخذ قراءه كل 0.1 سكند. خلينا نسوي ران، هاي بنعمل ران، نشوف الاوتبوت مثلا هون، شايفين كيف؟ هيو كلام، هيو كليبت، تمام؟ فهاي مثلا كليبر، فانا بدي اياكم تعيد، يعني تردوا تعيدوها بس عشان ايش؟ تاخذ ايدكم على السكيماتكس، تشوف شو الاشياء الموجوده. فزي ما حكيت لكم ترانزنت اناليسيز، يعني على الاكس اكسس في عندي تايم. طيب خلينا نشوف الدائره الثانيه. دكتور بس وين الكليب؟ مش مبين بالضبط. هيو من هون، شوف الانبوت سيجنال هي من وين لوين. شوفوا الانبوت سيجنال، انا حطيتها ساين ويف، حطيت الامبليتيود 20 والفريكونسي 5، مش عارف ليش هيك حاطها، خلينا نحط 5، خليها 5، خليها 5 لانه اذا بدي اغير بدي اسويها 5 كي، بدي اغير هون اسويها 10 ملي عشان تناسب الاناليسز مال هاي، خليها 5. الامبليتيود حاطينه احنا 20، تمام؟ فالمفروض شوفوا الانبوت سيجنال، هاي الانبوت سيجنال باللون الازرق من 20 لناقص 20، 20 لناقص 20. الان في عندي كليبر اللي هي الدائره هاي، فالسيجنال شو صارت تروح؟ من ناقص 20 لحد تقريبا يعني 10 او 10.7. وصلت دكتور. تمام وكليب، تمام؟ اللي باللون الازرق اللي هي الانبوت سيجنال، باللون الاخضر اللي هي الاوتبوت سيجنال. طيب خلينا نشوف الدائرة الثانية. الدائرة الثانية اللي هي الهاف ويف ريكتيفاير، هاي الدائرة، هاي هون مسميه دي مود، هون حاط البارامترز زي ما سوينا قبل شوي. هاي كاباستر عندي، طبعا الكومبوننتس بنقدر نجيبهم من هون، نقدر نجيب اي كومبوننت بدنا اياه، تمام؟ هاي الدائرة تبعتي بهذا الشكل. طبعا انا بامكاني اعرف بارامترز، يعني مثلا بامكاني اعرف الاف، يعني احطها بارامتر اف بتساوي 60، اعرف في اس بتساوي 5، فمثلا هون بدل ما احط مثلا 5 بحط ايش؟ في اس، بس لازم يكون جوا كيرلي براكتس، وهي اف جوا كيرلي براكتس. فمثلا انا بدي اغير، ما في داعي مثلا اغير هون، بغير هون بالبارامتر هاي، تمام؟ باجي هون بغير هاي الاشياء. مثلا هون بعدين عرفت مثلا تي اللي هي البيريود 1 اوفر اف، عرفت ان تساوي 4، فانا بدي اياه يساوي ران تي ستوب، يعني 4 دورات ان في تي، بدي يكون الماكسيمم ستيب مثلا دي ستوب على 10 على 100000 مثلا، بدي معناته 100000 قراءه. فهون حطيت دوت ران، ايش بحطها مثلا؟ خليني هون اساوي هاي كومنت، اذا تحط هيك فاصله منقوطه بطل يقراها، بعتبرها كومنت، وخلي هاي ايش؟ هيك يقراها نقطة. فهون حطيت له انه يبدا من صفر، تي ستوب يوقف عند كذا، ماكسيمم ستيب نمبر كذا، تمام؟ فهي بنساوي دوران. برضه هذا البارامتر مثلا اذا فتحت هون على على هذول، في هون عندنا اشياء كثير ممكن نستخدمها، مثلا دوت ترانزيت دوت بارامتر، موجودات معرفات مثلا هي هاي الكوماند دوت بارامتر مثلا. هاي عندي هون مش موجودة، Pro plot and مش موجودة مع عمدة بارامتر، بس في عندي كثير من الأشياء يعني مفيدة بهذا الدوكيومنت، يعني مفيد هذا الدوكيومنت، بس مش عارف دوت بارامتر. هي هذا بارامتر، the keyword dot param is followed by a list of names with attached values، يعني تذكر انك بتعرف بارامتر بتعطيهم قيم، تمام؟
طيب فهون عرفت البارامترز، خلينا نسوي run. وخلينا نشوف الاوتبوت هون. بعدين انا ايش هون كمان سويت شغله، سميت الاسلاك هي اعطيتها اسم، تقدر انت تعطي سلك اسم، تيجي هون عند ليبل تكتب مثلا هاي W مثلا تعطيه هون اسم مثلا. تمام؟ فأنا هون بحط البروب هون على out، هاي مثلا output signal، هاي ال input signal. فهي عندي هاي الاوتبوت سيجنال وهاي الانبوت سيجنال، هاي ريكتفاير مع فلتر مش هيك؟ تتذكروا هاي الدائره بالسيركت بالالكترونكس 1 اه دكتور. فهاي ريكتفاير. طبعا انا هون سويت برضو كمان ترانزنت اناليسيس، بقدر اساوي دي سي سويب. شو يعني دي سي سويب؟ يعني بدي اخلي هذا السورس يتغير من صفر لواحد او من ناقص خمسه لخمسه مثلا، واشوف الاوتبوت شو كيف راح يكون شكله. فهون مثلا عندي دي سي سويب، خلينا نجرب الدي سي سويب. والله خلينا نشوف الدي سي سويب كيف. الدي سي سويب بتحط اسم السورس اللي هو انا بدي اغيره اللي هو بي اس مثلا هون، دخل يتغير من ناقص 5 الى 5 وكل مره بمقدار 0.1. خلينا نعمل رن. هاي عندي الانبوت سيجنال في اوت بتظلها صفر 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 صفر، بعدين عند مقدار معين بصير لها قيمه لما تتعدى الفي جاما تبعية الدايود. تمام؟ فهذا بالنسبه لهذول الملفين. خلينا نشوف التاسك اللي بعديهم. Solve the following problems in Neiman book which is found in the folder in the folder. طبعا هذول الاسئله عادي يحدوهم من الكتاب. في عندي هون example 5.6 نسوي له verification using LTSpice. example 5.6 خليني اشوف انا عامله ولا لا. والله اتوقع ان هذا الاكزامبل انا مش عامله. بس لحظة شوي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. هسه شفت إنه في محاضرة على التيمز. نعم؟ آه مش مشكلة، أهلا وسهلا. طيب. إكزامبل 5.6، خلينا نشوف الكتاب ونشوف شو هو إكزامبل 5.6. خلينا نرجع على example 5.6. هاي عندي example على ما أظن 5.6 اللي هي هاي الدائرة، وحل الدائرة ورسم transfer function إلها بهذا الشكل. تمام؟ فهون حتى هو كاتب سوي computer simulation حتى تتحقق من النتيجة. فاحنا خلينا نعمل كمبيوتر سيميوليشن، خلينا نبداها من الصفر. يعني كويس فرصه انه احنا انا مش عاملها، خلينا نعمل اياها ونبداها من الصفر. خلينا نفتح ملف جديد، هيك تفتح ملف جديد. طيب بعدين بتدخل كومبوننت، بتيجي هون احنا شو الكومبوننت اللي بندخلها بالدائره. خلينا نرجع على الكتاب. في عندي الدائره هيك بهذا الشكل، فولتج سورس 2 وعندي مقاومه مقاومتين
وترانزستور. هذا ترانزستور شو رقمه؟ مستخدم هو ترانزستور 2N3904. طيب هاي بنيجي ندور على البي جي تي، هاي ان بي ان، نحط اوكي. الرقم تبعه شو حكينا؟ تو ان 3904 تو ان، هاي تو ان 3904 فاي ترانزستور تبعي. خلينا نحط تو فولتج سورسز نيجي هون، هاي فولتج سورس، هاي مثلا الاول، خليني اسوي له روتيشن. هيك بهذا الشكل. هذا خليني أسوي له برضو كمان روتيشن بهذا الشكل. خليني أوصل السلاك، هاي عندي السلك هون، أحرك هذا شوي. أيوة طيب خلينا نحط مقاومات، نسيت المقاومات، في عندي مقاومتين، هاي مقاومات موجودات هون، نحط واحدة هون وهاي نسوي لها روتيشن، نحطها هون. طيب وبعدين نوصل هاي على الجراوند، نحط هون جراوند. نحط كمان هون جراوند. وصل سلك، هاي عندي هون، هاي واير، بدنا واير ثاني هون، واير ثاني هون. جربتوا هاي الأشياء من قبل؟ جربت تعمل زي هيك دوائر معين تو؟ آه دكتور. جربت تعمل دوائر زي هيك من قبل؟ آه دكتور. يعني مرت عليك هاي الشغلات، مش جديدة. طيب خلينا نحط 5 5 وهاي 5 كي و150 كي، هاي 5 فولت، وهاي 5 فولت، وحكينا هاي 5 كي وهاي 150 كي. طيب ترانسفير فانكشن، ترانسفير فانكشن يعني هو شو عامل، شو رسم؟ رسم العلاقه ما بين في انبوت وفي اوتبوت، معناته بده يساوي دي سي سويب لفي انبوت، صح؟ طيب فخلينا نيجي هون نحكي بدنا بدنا نسوي سمايل سيميوليشن كوماند، بدنا نساوي دي سي سويب، وخلينا نبلش من صفر ونوقف عند هون، عفوا هون اسم السورس، بدنا نساوي سويب لفي 1، وبدنا نوع السويب لينير، وبدنا نبدا من عند صفر ونوقف عند 5،
خلينا نسوي increments بمقدار مثلا 0.1. خلينا نسوي run. طيب والله خليني احط ليبل هون، خليني احط سميها out. خليني احط هون ليبل ثانية سميها n. خلينا نعمل run، خلينا نشوف كم قيمة في output. فشوفوا هون كيف أعطانا علاقة ما بين في input وفي output، نفس اللي بالكتاب صح؟ طبعا هاي اللي على الاكس اكسس هي في input، وهاي في output اللي باللون الأخضر. تمام؟ حدا عنده سؤال؟ خليني أخزن هذا السؤال، أخزن هذا الملف للمرات القادمة. خليني أحطه هون في simulation، هنسمي example. تمام، في حدا عنده سؤال؟ واضح بالنسبة لكم؟ واضح دكتور، واضح دكتور كله تمام. الآن تاسك رقم 4 اللي هو repeat example 5.6 for a MOSFET using the symbols and the model found in the folder LT Spice model and symbols. طيب الآن خلينا نستخدم MOSFET بدل بي جي تي، بدي وطلب مني استخدم اللي انا اعطيتكم اياهم. اذا بتتذكروا او اذا نزلتوه او اشتغلتوا عليه، انا اعطيتكم ملف اللي هو سميناه مودلز اند سمبلز، اعطيتكم اياه. هذا فيه الموديل والسمبل، انا اعطيتكم اتوقع موديل غير هذا الموديل، اعطيتكم 0.18 لانه نفس اللي معنا بالكتاب تي اس ان سي 0.18. طيب كيف نستخدمهم؟ اول شيء بتحط انت كل الملفات بنفس المكان، شايف هي اللي انا اعطيتكم اياهم، ان موس 4 ان موس ان موس 3 ان موس 4 بي موس 3 بي موس 4، وحطيتكم هون الموديل فايل. فبدنا نستخدمهم. فخلينا نيجي هون على هاي الدائره اللي قبل شوي سويناها، وخليني اشيل هذا الموسفت البي جي تي عفوا، وخليني احط مكانه موسفت. نيجي هون ما بختار من هذول لاني بدي اختار اللي انا اعطيتكم اياه، فباجي هون وبختار اللوكيشن اللي انا فيه، بين عندي هذول، فخليني اختار ان موس اللي هو فيه اربع تيرمينالز هذا، ونحطه هون بهذا الشكل. نسوي شوية تغييرات، نوصل السلك هذا بشوي جا السلك بعيد، نوصل البلك هون. طبعا الان موس لازم البلك يكون واصل مع الجراوند، فخلنا نوصل هاي مع الجراوند. الآن بالنسبة للموديل، الآن احنا شفنا بالريكتيفاير كيف انه بالريكتيفاير سيركت شفنا كيف انه حطينا هون دوت موديل دي مود وكذا. فانا بدي اسوي نفس الشيء، بدي احط زي هيك بارامترز. طبعا اذا رجعنا على الملف تبعنا اللي هو البي سبايس، فيه كيف نحط للموسفت زي ما في للدايود، في للبي جي تي، في للموسفت، في لهم كلهم يعني. فالموسفت خلينا نروح عند هاي الموسفت ميتال اوكسايد موسفت، فانت بتحط ام وبعدين رقمه. اذا بدك تسوي نت لست، احنا بدناش نسوي نت لست، تكتب بهذه الطريقه. بيهمنا هاي هون دوت موديل، اسم الموديل، وبعدين ان موس اور بي موس، اذا حسب هو ان موس اور بي موس، بعدين بتحط الموديل بارامترز.
هسا انا بدي اياكم تحطوا انتم موديل البارامترز، انا اعطيتكم الموديل اللي هو الملف هذا TSMC.185. خلينا نشوف التايب تبعه بس شو هو. Properties One Properties مخزن دوت ام. انا ما بدي دوت ام، خلينا اخزنه. هاي انا خزنته اللي هو هذا الملف دوت لايبرري، بدي استخدمه. والله خليني افتحه بس قبل ما نستخدمه. شوفوا هذا فيه كل البارامترز اللي احنا بدنا اياها، فما في داعي نسوي له كات اند بيست. شو بدي اعمل؟ وهون شوفوا كيف بنفس الطريقه دوت موديل بي فيت بي موس وبعدين كل البارامترز، وهذا للان موس. طبعا هذا لل 0.18 مايكرومتر. فانا بدي استدعي هذا الملف، بدي استدعيه، بدي اسمي ترانزستور تبعي ان فيت. تمام. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نستدعيه. خلينا اسكره، خلينا اقول الاسم تبعه نقلت الاسم، وخلينا ارجع على ال تي سبايس. خلينا اخزن هذا الاول باسم جديد. نسميه موس. تمام. وبنيجي هون بدي اسوي دايركتيف، بحط دايركتيف وبحط دوت ال اي بي، بعدين بحط اسم الملف دوت ال اي بي لانه هو الاكستنشن تبع دوت ال اي بي، وبحط اوكي. انا هيك زي كاني استدعيته. تمام. وخليني اجي هون واحط الموسفت هون نسميه انفلت، لان هناك هو مسميه انفلت. خليني احط اللينك مثلا 1.18 مايكرو. خلينا نحط هون 100 او 1.8 مايكرو، يعني 10 اضعاف. طبعا درين اريا اللي هي الطول ضرب العرض. فبدنا نضرب 1.8 في 1.8 ضرب 1.8 تساوي 0.324. طبعا مايكرو في مايكرو بيكو. هون نفس الشيء اللي هي المحيط اللي هي 1.8 زائد 0.18 تساوي ضرب 2 تساوي 3.96، وهي 3.96 مايكرو. هيك بكون دخلت كل شيء بالنسبه للترانزستور. بالنسبه للفولتج سورس الهاي تكنولوجي بتاخذ 1.8 فولت. وهاي خلينا نحطها 1.8. خلينا نسوي ران نشوف. هاي الاوتبوت شايفين؟ فهاي بالنسبة للترانزستور للموسفت. شفتوا كيف استخدمنا الموديل تبعنا والسيمبلز تبعتنا؟ واضح؟ واضح. في حدا عنده سؤال؟ الامور تمام؟ طيب
خلينا نيجي هون نشوف بقية الأشياء. الآن design a common source amplifier to find its gain and its bandwidth using LTSpice. وأنا عامله من قبل هذا. فخليني أجي عليه أفتحه. عامله من قبل بس خليني أدور عليه. أنا كنت فاتحه بالـ LTSpice أصلاً. خلنا نسكر هاي. نسكر هاي. طيب نسكر هاي. طيب هاي كومن سورس، بس والله خليني اشوف انا وين مخزنه. خليني اخزنه بال عشان يكون في عندي منه نسخة. هاي موجودة عندي ولا؟ لا مش موجود. طيب هاي عندي كومن سورس بنفس الطريقة، فيه ما فيه كاباسترز وفيه مقاومات. في حد عنده سؤال على هاي الأشياء الموجودة هون؟ طبعا هو كان مستخدم دوت لايبراري اي سي اي ان دوت لايبراري، ملف ثاني غير هذا الملف تبعنا. هذا الموسفت 0.35 مايكرو. خليني احاول استخدم ال، خليني ايش اساوي؟ استخدم ال 0.18. خليني اسوي هاي دايركتيف كومنت اسويها. وخليني أغير هذول. خلينا نسوي هاي. تقدر تحطهم بارامترز، شايفين؟ يعني تقدر تحطهم زي هيك بارامترز، زي ما سوينا قبل شوي بالدايت. هاي 1.8. يعني هنا حتى أنت بدل ما تدخل تضرب كل مرة، خلاص أنت بتعرف البارامترز، وأنت بتدخل بتغير أرقام زي ما بدك. هاي 1.8. هاي هيك اوكي. وهون الترانزستور شوفوا كيف مدخلهم جوا كيرلي براكتس زي هيك، وانا هون معرفهم. طيب خلينا نسوي رن. الان بدنا نسوي ترانزينت اناليسيس، يعني بدي اشوف الانبوت والاوتبوت. طيب هون بدنا نسميه ايش؟ برضه بنغير هاي، بدنا نسميه انفت. خلينا نشوف الانبوت سيجنال. هاي الانبوت سيجنال 5 ملي فولت، انا حاطه من 5 ل 5. خلينا نشوف الاوتبوت. هاي الاوتبوت. طبعا صار في عندي جين، في عندي فيس شيفت كمان. هاي 45، من 45 لناقص 45. يعني تقريبا الجين تقريبا، خلينا نحكي 100 على 5 تقريبا 20. تمام؟ واضح؟ تمام دكتور، تمام. كويس؟ في شيء هون على هاي الاشياء، طبعا اذا بدي اسوي مثلا بدي اشوف الفريكونسي الباندويث. باجي هون. خليني احط هاي
كومنت. خلينا نضيف نساوي شو اسمه ايش بنسميه AC analysis type of sweep. خلينا نحطه decade number of points per decade. خلينا نحطه مثلا مش عارف كم. خلينا نحطه مثلا 20. خلينا نجرب شوف بضبط ولا لا. start frequency خلينا نحط 1. frequency خلينا نحط 10 ميجا. عشان تعرفوا كيف الوحدات تنكتب كانك ترجعوا هذا الملف فيه بيحكي لك كيف تكتب الوحدات. هاي مثلا وحدات مثلا بدي ميج هيك تنكتب. جيج مثلا جي خلينا نحط جي. خلينا نحط ميج مبدئيا بعدين نغير اذا بدنا. ميج اوكي وين راحت؟ هاي تمام. طب خلينا نسوي رن. طبعا هون لازم تكون حاط اي سي واحد. اي سي لازم تكون حاطها واحد حتى يزبط. هاي عندي طبعا تقريبا يعني خلينا نحكي 20 دي بي او 19 دي بي في اوتبوت. بتعرفوا الدي بي اللي هي الجين لوج الجين ضرب 20 صح؟ طبعا هون هو معطينا هاي اللو فريكونسي بس الابر فريكونسي بعدها مش مبينه. فخلينا نكبر ال نسوي سيميوليشن لفتره اطول. خلينا نيجي هون ونحط جيج جيجا. طيب خلينا نزيدها كمان شوي. انا هيك بلشت تقل بس خلينا نزيدها كمان شوي. هاي برضه هون شايفين كيف؟ يعني بدك تشوف انت لما ينزل بمقدار 3 دي بي هاي ميد باند. ميد باند من هون لهون هذا الجين وهاي اللو فريكونسي وهاي الهاي فريكونسي. يعني الجين تبقى لك طلع باستخدام ترانزنت او باستخدام الاي سي اناليسيس تمام؟ واضح؟ في حدا عنده سؤال؟ يا ريتكم لو انتم جربتوا بالاسايمنت قبل ما انا يعني اشرح لكم اياها كان يعني بكون في عندكم بعض الاشياء مش عارفينها مش عارفين كيف تعملوها يكون يعني برزنتيشن مفيد اكثر. طيب الان التاسك اللي بعديه اللي هو ريبيت اكزامبل 5.6 فور ا سمبل انفرتر. اتوقع الانفرتر بتعرفوا تسووه هو عباره عن تو ترانزستور فوق بعض فهي بسيطه يعني نفس تقريبا اللي قبل. فايند ذا فاليوز اوف ار نوت اند لامدا فور ذا ان موس اند بي موس يوزنج ال تي سبايس. برضه هذا التاسك تسووه لحالكم بده هنت تقدر تلاقوا الهنت من تشابتر 4 بسيط هو بس بدكم تكونوا فاهمين يعني الفكره وراه. اما السيميوليشن بسيطه فهيك بنكون يعني اخذنا شويه انتروداكشن على ال تي سبايس. مين منكم كان يستخدم ال تي سبايس قبل؟ كنا نستخدمه ايام سيركت 1. مين درسكم اياه؟ الدكتور عبد الرحمن جرادات. طيب كويس. الكل استخدمه ولا بس انت؟ لا اغلب الشباب اللي معي يعني. طيب ممتاز كلنا استخدمناه. هاي الاشياء بتعرفوا تسووها يعني سهله ولا صعبه؟ كنا نعمل زي هيك. طيب ان شاء الله بنعمل. الاسايمنت الثاني برضه راح تكون على ال تي سبايس فيعني لازم تفهموا ال تي سبايس مضبوط ولا بروح عليكم علامات كثير يعني. دكتور حتحسب كل الاسايمنت؟ ان شاء الله. خليها لوقتها نشوف ممكن يعني شيء نحذفه ممكن يعني
بس مبدئيا اكل الاسايمنتس. تمام دكتور. تمام. شلك اليوم انا بنزلكم الاسايمنت الاخيره، او عفوا مش الاخيره، اللي بعد هاي. اتفقنا؟ يا اما اليوم يا اما بكره. اتفقنا دكتور؟ بس يكون اسبوعين اذا الله اعلم. تنشوف يعني، هو على الاغلب مش راح تكون الاثنين الجاي، لانه بدي اعطيكم على الاقل اسبوع، فهي راح تكون مش الاثنين الجاي، الاثنين بعده. تمام دكتور. خليني اوقف التسجيل.